السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وأنتم طيبين. بمناسبة رمضان ومعاكم دكتورة أمل بدير اللي قاني معيدة في قسم الفسيولوجي. طبعا كنت أتمنى إن المحاضرة دي تكون لايف ونكون بنشرحها في الكلية واقفين فيس تو فيس، طبعا لأن بالنسبة لي دي أحسن طريقة للشرح، لكن طبعا لظروف البلد والكورونا ربنا يعديها على خير يا رب ويسلمنا كلنا إحنا وكل الناس اللي بنحبها يا رب. فطبعا بنضطر ان احنا نشرح لكم تسهيلا ليكم في بعض المواضيع هنا على اللابتوب، بس طبعا يعني تسألوني انا مش راضية تمام الرضا، يعني ان الشرح يعني بيبقى فيس تو فيس وبيكون في تفاعل وبتكون السبورة معانا عارفة اجي هنا اجي كده، انما انا كده برضو مربوطة بالسلايدز. لكن ان شاء الله احنا بنحاول نعمل لكم احسن حاجه، وان شاء الله احنا معاكم برضو في اي حاجه، اي حد بيبقى محتاج اي حاجه في اي وقت ما يترددش، احنا اخواته الكبار كلنا. فكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله النهارده هنشرح اول محاضره في الاندوكرينولوجي فيسيولوجي اوف اندوكراين. وبصراحه الاندوكراين من الشباتر الحلوه جدا اللي انا على المستوى الشخصي بحبها، والمهمه جدا انت تعرفها، لان يمكن الهرمونز اللي بتطلع بتأثر على كل حتة في جسمي، بلس ان هي بتعمل هارموني بين جسمي كله، فان انت تبقى عارفها وعارف كل هرمون بيشتغل ازاي، طب ايه الهرمونز اللي بتطلع في الحالات الفلانية، طب في حاجات لايف سيفنج لو عيان جالي لازم اديله ايه، طب لما جالي اديلوش ايه، طب ايه الهرمون اللي محتاجه، ده كله هتعرفه من خلال شابتر الاندوكراين، وده من الشباتر اللي عمرك ما هتنساه انها هتكمل معاك ليتر اون في حياتك العملية ان شاء الله. فجود لك ان شاء الله، وان شاء الله تستمتعوا بالمحاضرة. طبعا بيبقى عندنا objectives لازم بنعرفها. اول objective عندنا what is the endocrine system، ايه purpose بتاعه وازاي ان انا بقدر اغطي ال purpose بتاعه ده. ايه هو ال endocrine system؟ ال endocrine system كده by conclusion ان انا عندي غدد في الجسم بتفرز الهرمونات بتاعتها دي في الدم، فتمشي في الدم لحد ما توصل للتارجت اورجان بتاعها. اندوكراينال سيستم يعني غده بتفرز الهرمون بتاعها في الدم عشان يروح للاورجان. اذا هي جلاند ملهاش دكت، بتفرز هرموناتها دايركتلي انتو ذا بلاد. فدي اول حاجه اعرفها، تمام. تاني حاجه البيربوس بتاعها، البيربوس بتاعها اهم حاجه عندي الهوميوستيزيس. يعني ايه هوميوستيزيس؟ دي اول كلمه خدناها في الفسيولوجي اول ما دخلنا، يعني كيبنج الانترنال انفايرمنت كونستنت. يعني ايه؟ يعني انا لازم جسمي احنا بنقول عليه كده يبقى قد ايه، كل حاجه فيه تمام، كل حاجه تكون بيز لاين. يعني ايه كل حاجه فيه مظبوطه وكل حاجه في مكانها؟ الجلوكوز بلاد جلوكوز المفروض يكون من 70 ل 110، المفروض ان الثايرويد هرمون يبقى قد كذا، المفروض كل حاجه تبقى قد كذا. دي البيربوس بتاع الاندوكرين سيستم، هو بيظبط لي كل الحاجات دي، تمام. ونعرف بقى اخر حاجه ان ازاي بتحصل، دي اللي هنعرفها طول ما احنا ماشيين في السلايد ان شاء الله. حاجه بيتكلم عليها هنا the concept that hormone acting on a distant organ. زي ما احنا قلنا ان انا عندي على سبيل المثال هنتكلم على البيتيوتري جلاند، ودي بيتيوتري جلاند دي الغده النخاميه اللي موجوده تحت المخ. المخ عندي موجود، دي بنسميها هايبوفيسيس سيريبراي. يعني ايه هايبو؟ يعني تحت. هايبوفيسيس يعني تكون خلايا تحت سيريبراي المخ، فدي عندي احنا بنسميه نمو تحت المخ. فانا عندي البيتيوتري جلاند دي على سبيل المثال هي بتفرز هرمونز كتير، فانا مثلا بتفرز عندي على سبيل المثال الثيرويد هرمون. طب انا فين؟ المخ فوق والثيرويد جلاند دي موجوده في الرقبه، فالهرمون بيتفرز في المخ وينزل يمشي في البلد لحد ما يوصل عندي للايه، للثيرويد جلاند، للتارجت اورجانز والريسبتورز اللي موجوده على الثيرويد جلاند، وتحفزها ان هي تشتغل وتطلع الهرمون بتاعها، تمام. السكريشن بيكون evoked by a change في الايه، في الانفايرمنت. طبيعي انا طول ما انا صاحيه بيطلع عندي ليفلز معينه جدا من الهرمونز اللي احنا بنسميها كونستانت، اللي هي بيزل، اللي هي بتطلع العادي.
بس لما بيبقى عندي ابقى محتاجه مثلا ستريس زي ايه بالظبط؟ زي انت بيطلع عندك ادرينالين نور ادرينالين في جسمك عادي بيطلع، لكن لما مثلا تيجي تواجه امتحان او تبقى داخل لجنه شفوي او تلاقي اسد في الشارع على سبيل المثال يعني، تلاقي ايه؟ تلاقي الادرينالين ونور الادرينالين بتاعك عالي جدا. ليه؟ عشان تعرف تعمل فايت اند فلايت، اللي احنا بنقول عليها فايت اند فلايت، اللي هو ايه؟ تحارب وتجري. فاذا ان هي الهرمونز دي بتخضع للي تشينج في الانفايرومنت عندي، عشان ايه؟ علشان اقدر ان انا اتعامل مع التشينج اللي حاصل عندي ده. يقول لي اذا الاندوكراين زي النيرفس سيستم، الاثنين بيتحكموا وبيعلوا لما بكذا، زي بالظبط لما انا بيحصل عندي اكسايتيشن او لما بيحصل عندي مثلا كذا. يعني الاندوكراينال سيستم زي النيرفس سيستم، بس طبعا في فروقات بينهم وفي برضو حاجات مشتركة بينهم. ايه هم الحاجات المشتركة اللي بينهم؟ ان هي major communication system in the body، يعني هي بتوصل حاجات في الجسم، systems مختلفة بتتوصل مع بعض، زيها زي النيرفس سيستم بالظبط، بتوصل الاعصاب، بتوصل حاجات في الجسم بعيدة عن بعضها. زي ايه بالظبط؟ هديك مثال. ايدينا، ايدينا لما بنيجي نحطها على حاجة سخنة ايه اللي بيحصل؟ بتقوم جاي باعت ايدك بسرعة. ليه؟ لان العصب اللي موجود عندي في الديجيتس بتاعتي نقل الاشارة العصبية من الديجيتس وداها المخ عشان المخ يترجمها اوعي يا ايد بسرعة بعيد عن النار دي. فاذا هي ربطت بين ايه؟ بين ايدي ومخي. نفس الحكايه الاندوكراين، انا بقول لك مثلا طلعت ثيرويد جلاند، الثيرويد بيطلع من البيتيوتري وراح لفين؟ راح الرقبه. هي إيه ربطت بين ايه؟ بين دماغي وبين رقبتي، او سي مثلا بين دماغي وبين السوبرا رينال جلاند عشان تطلع عندي الايه؟ الكاتيكولامينز. فاذا هي بتربط اجزاء جسم مختلفه، واي هرمون بيطلع مش بيبقى تاثيره على حاجه واحده بس، بيبقى ليه تاثيرات كتيره جدا على اورجنز مختلفه. تمام؟ الاثنين بيستجيبوا للاستيمولاي. احنا زي ما قلنا النيرفس سيستم، لو انا ايدي لمست حاجه سخنه بقوم جايه ساحبها بسرعه، وبرده كذلك انا لو شفت اسد في الشارع هقوم مستجيب، والكاتيكولامينز هتطلع وهتخليني افايت اند فلايت. تمام؟ Both are crucial to coordinated functions of highly differentiated cell with tissue and organs. يعني ايه؟ هي بتعمل ان هي تكون بتعمل coordination بين ايه؟ بين اجزاء الجسم المختلفه والتيشوز. بس انا عندي الفرق الكبير اللي بينهم ايه؟ الفرق الكبير اللي بينهم ان الاندوكراينال سيستم بيكون ديسكونتينوس، انما النيرفس سيستم ده بتكون حاجه كونتينوس. بمعنى ايه؟ العصب لما انا جيت اديتك على مثال ان انت بتحط ايدك على النار فتقوم جاي ساحب ايدك بسرعه، العصب ماشي من صبع ايدي ويفضل ماشي ماشي، طالع في الهاند، طالع في الفور ارم، طالع في الارم، يعدي على الشولدر بتاعي ويطلع لحد السباينال كورد علشان يديني اشاره ان انا ايه؟ ان انا اتعورت. تقوم الاشاره العصبيه لفه ورجعه تاني في الريفلكس ارك بتاعها، ماشيه لحد عضلات ايديا اللي هي الايه؟ اللي احنا بنسميها عليها اللي هي الاورجن اللي هينفذ اللي هو الاشاره العصبيه دي، تقوم بعد ايديها كونتينوس، هو اعصاب ماشيه بتقابل سنتر وترجع تاني. انما عندي الاندوكرينال سيستم لا، هو ديسكونتينوس، هي غده فوق فرزت هرمون، مشى في الدم، راح للبطن، راح للكلى، راح للليفر، راح لاي حته. فاذا هو ديسكونتينوس، مفيش حاجه بتجمع بينهم. ليه؟ كل واحده بتصب جلاند، بتصب افرازاتها في الدم وتروح بقى تسرح بقى، كل واحده تروح للاورجن اللي المفروض هينفذ الموضوع ده. يبقى هما مشتركين في كل حاجة ما عدا آخر حاجة خالص، إن هما بيكونوا discontinuous. types of cell to cell signaling يعني إيه؟ احنا اتكلمنا عن الاندوكراين من الاول كده، نراجع اول باول، ان احنا الاندوكراين ده قلنا دي الجلاند بتفرز الهرمونات بتاعتها في الدم وتوصل للافكتيف اورجان اللي احنا عايزينه. طيب انا عندي الجلاندز ديت ممكن ايه؟ تكون اندوكراينال او باراكراينال او اوتوكراينال او انتراكراينال. اندوكراين زي ما احنا قلنا دي هرمون بتتبعت في الدم تروح للتارجت سيلز بتاعتها، ودي يا اما بتكون هرمونات بتطلع عن طريق كلاسيكال عادي السلو بتاعها تطلع في الدم توصل، وفي حاجه اسمها عندي نيورو هرمونز. نيورو هرمونز دي يعني ايه؟ يعني بدل الهرمونات ما تمشي في الدم عشان تروح الافكتيف اورجان بتاعها، لا دي بتمشي خلال الساينابس علشان فيا الساينابس اند ترابل فيا البلاد ستريم، دي بتكون رابد. زي بالظبط ايه؟ زي الهايبوثالاموس والبيستيريور بيتيوتري. البيستيريور بيتيوتري يا جماعه احنا قلنا البيتيوتري ديت دي عباره عن انتيريور، جزء انتيريور وجزء بوستيريور. حلو.
الجزء الانتيريور دي هنعرف بعدين اسمها ادينو هايبوفيسيس. ادينو يعني جلاند، بالتالي ان احنا بس نقول ايه، ليمف نودز لما بتيجي تلتهب بنسميها ليمف ادينايتس، يعني التهاب الغده الليمفاويه. ادينو هايبوفيسيس اللي هي بتفرز، واللي ورا اسمها ايه؟ اسمها نيورو هايبوفيسيس. البوستيري بيتري دي يا جماعه، البيتيري دي ما بتفرزش هرمونز، دي بتعمل ايه؟ الهرمونات بتجيلها اللي هي بتطلع اي دي اتش، بتجيلها والانتي دايريتك هرمون والاوكسيتوسين. الهرمونز بتجيلها من الهايبوثالاموس، تعدي من خلال النيورونز تروح تتخزن في البوستيريور هايبوثالاموس، فدي بنسميها نيورو هرمونز. تمام، يبقى يعني هتعرفوها قدام. اهم حاجه عندي تعرفوا ان في حاجه اسمها اندوكرينال، يعني بتفرز الهرمون بتاعها ويمشي في خلال البلاد ستريم يروح الافكتيف اورجان. حاجه اسمها باراكراينال هرمونز اكت على الادجيسنت سيلز، بحاجه قريبه قوي هدي لكم مثال زي بالظبط. انت كدكتور بنسميك انت حد ستاف ميديكال، لما اقول لك انت حد بارا ميديكال يعني ايه؟ بارا ميديكال ده زي الممرض التكنيشن اللي موجود في المعمل. اه حد بارا ميديكال يعني حد بيجاور الحد الميديكال. برضو باراكراين يعني تفرز الهرمون بس يأثر على الادجيسنت سيلز. تمام، اوتوكراين يعني ايه؟ اوتو يعني ذاتي، هي بتفرز الهرمون وتخلي الهرمون يأثر على الخلايا بتاعتها. وفي بقى حاجه اسمها انتراكراينال، انتراكراينال دي يعني ايه؟ يعني بتفرز الهرمون والهرمون حتى ما يفكرش يطلع بره الخليه، بيبقى موجود جوه الخليه. تمام، يبقى انا عندي اندوكراينال بتطلع في الدم وتروح للجسم كله، عندي باراكراينال افتكرها باراميديكال بيروح للادجيسنت سيلز، اوتوكراين بيأثر على الاورجان نفسه، انتراكراينال جوه الخليه. دولت انا عندي انواع الايه؟ السيجنالنج او الغدد بانواعها اللي موجوده في الجسم. وفي طبعا جاب جانكشن اللي احنا الخليات اللي جنب بعض الكونكشن اللي موجود بينهم ممكن تعدي سيجنال من الخليه دي للخليه المجاوره. تمام، السلايد دي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، قلنا البرنسبل فانكشن اوف اندوكرينال سيستم، تحط كلمه واحده غنيه عن كل الكلام ده تقول هوميوستاسيس. هوميوستاسيس يعني كيبنج الانترنال انفايرمنت كونستنت، هي عايزه تخلي لي الدنيا كلها بتكون ريجيليتد، دي اول حاجه. ثاني حاجه انا بكبر وجسمي بيكبر وعندي جروث هرمون وعندي قلبي عايز يشتغل وعندي اللنج بتاعتي شويه نفسي بيزيد وشويه نفسي بيقل وعايزه انام، فلازم الهرمونات تبقى في جسمي ترجع كده ايه، تهدى جسمي كله عشان اعرف انام. فدي دايما بتخلي لي جسمي في حاله ايه؟ ريجيوليشنز. خلاص، يبقى انا عندي نتكلم تاني الاندوكراينال سيستم، دي غدد بتفرز الهرمونات بتاعتها تمشي في الدم وتروح للافكتيف ايه؟ اورجان اللي انا عايزاه. تمام، طيب الاندوكراينال جلاند دي بتعمل ايه؟ دي بتكون بتفرز بتصنع الايه؟ الهرمونز بتاعتها. ده طبيعي، احنا بنتكلم على غده، غده بتعمل ايه؟ الغده بتفرز الهرمونز بتاعتها. او ان في غدد بيقول لك او اند ستور، هي طبيعي ان هي بتفرز الهرمونز وهتفضل مخزناها فتره، وطول ما الجسم بقى يكون محتاجها يحصل ايه؟ ان هي تطلع على قد ما الجسم محتاج عشان ما يحصلش خلل، خلل بيبقى في صوره هايبر سكريشن او هايبو سكريشن. فانا عندي ان هي بتصنع وتقوم جايه مخزنه الهرمونز بتاعتها وتطلعها طول ما الجسم محتاج، لا بزياده ولا بنقصان. تمام؟ طبعا بتتاثر بايه؟ بتتاثر بالفيدباك من التارجت سيل. بمعنى ايه الحكايه؟ الموضوع طبعا انا يا ريت كان معايا نبقى في المحاضره بتاعتنا العاديه ويبقى معانا البورد والقلم عشان اعرف اشرحها لكم، ان في حاجه اسمها فيدباك، ودي مهم جدا جدا ان انتوا تعرفوها، هنتكلم عليها ليتر اون، بس انا اقولها لكم دلوقتي وقدام نبقى نعدي عليها مرور الكرام. انا عندي فيدباك، بمعنى عندي نيجاتيف فيدباك وبوزيتيف فيدباك. حلو، انا دلوقتي انا كديكم مثال اهو، انا دكتوره وبشرح، انا مثلا شرحي حلو فانتوا بتتحفزوا وتسمعوني وتقولوا ايه الله، وتقولوا لبعض ده الدكتوره دي شرحها حلو، فطلبه كتيره تقعد، اقوم انا اتشجع واقول ايه ده الطلبه بتحبني، واقوم جايه شرحها احسن واحسن، فانتوا تكتروا والعدد يكتر، يبقى احنا كده ايه؟ بنحفز بعض، انا بعمل بوزيتيف اللي عندي وانتوا بتكتروا عددكم بيزيد، يبقى انتوا كمان في البوزيتيف وفي زياده، يبقى احنا الاثنين بنحفز بعض بالبوزيتيف، يبقى احنا بنعمل بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. حلو، طيب انما انا لو عندي انا اهو الثايرويد جلاند السكريشن بتاعها قل، بقيت دلوقتي ايه؟ هايبو، فايه اللي يطلع؟ تقوم بسرعه بعتة سيجنالز فوق للمخ، الحقي بتيزر جلاند، الحقي ده السكريشن بتاع الثايرويد قل، فتقوم الهايبوثالاموس ايه؟ تطلع امبلس اكتر للثايرويد، افرزي افرزي، تطلع لها تي اس اتش اللي هو ثايرو ثايروتروف
ستيميليتنج هرمون تي اس اتش، ماشي، تايروتروبين ستيميليتنج هرمون، فتقوم مطلعها يلا يلا افرزي افرزي افرزي، فايه تبدا تتحفز وتفرز، يبقى هي الافراز قل فبعتت سيجنالز للمخ عشان تطلع الهرمون دوت، فده بنسميه نيجاتيف فيدباك. حد يقول لي ازاي يا دكتوره؟ طب ما انت ده كانت تكلمي ان هو هي حفزتها ان هي تزود السكريشن، يبقى المفروض يبقى بوزيتيف. هقول لكم اللي بيسموها ايه، الزتونه في كلمتين كده، طالما الاشارتين مختلفتين يبقى نيجاتيف فيدباك، لو الاشارتين زي بعض يبقى بوزيتيف فيدباك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو حاجه بوزيتيف زادت فزودت الحاجه الثانيه يبقى بوزيتيف فيدباك، انما لو حاجه بالنيجاتيف يعني حاجه قلت وقصادها حاجه زادت، او حاجه زادت قصادها حاجه قلت، يعني الاشارتين مش زي بعض، ده بنسميه نيجاتيف فيدباك. بمعنى تاني يعني مثلا لما تقول لي واحد فيه هايبر سيكريشن في الثايرويد جلاند، تبعت ايه؟ تبعت فيدباك للبيتيوتري، قلل لي السيكريشن انا عندي كتير قوي، حلو، قلل لي السيكريشن عندي كتير قوي، بعدت لها ايه؟ نيجاتيف فيدباك. مش نيجاتيف فيدباك عشان هي اوريدي خليتها تقلل، هي نيجاتيف فيدباك لان اوريدي دي بالزياده ودي هتنقص، فالاشارتين عندي مختلفتين فنسميهم نيجاتيف فيدباك. طب لو الافراز لو الثايرويد بتفرز قليل اهي بتقلل اهي، فتقوم بعته للثايرويد عشان تزود فخليتها بوزيتيف. واحد يقول لي طب ما هي كده بوزيتيف فيدباك، اقول لك لا، الاشارتين مختلفتين، دي هايبوسيكريشن ودي عايز تعمل هايبر سيكريشن، دي بالنيجاتيف ودي بالبوزيتيف، فاذا دي بنسميها نيجاتيف فيدباك. طبعا الاكتر احنا بنسميه اللي هو النيجاتيف فيدباك ده الاكتر في الطب، البوزيتيف فيدباك ده بيكون في حالات قليله جدا، زي ايه؟ زي بالظبط الواحده الحامل، الواحده الحامل بيبقى عندها الايه؟ الاستروجين بتاعها عالي، الاستروجين يبعت البيتيوتري يزود ال ال اتش. معلش السلايد اللي فاتت قفلت، معلش قبل ما اكمل لكم الجزء الاخير، ان انا عندي البوزيتيف فيدباك ميكانيزم ده من الامثله اللي بتكون قليله قوي، وهديكم مثال عليها زي في الحمل بالظبط، الواحده الحامل بيطلع عندها استروجين كتير، فالاستروجين يبعت للبيتيوتري تزود الاف اس اتش، فالاف اس اتش بيزيد فيزود الاستروجين، وهكذا كله بيزيد، دي بوزيتيف فيدباك. يبقى انا المهم عندي تعرفوه ان النيجاتيف فيدباك دي لما واحده بتزيد الثانيه بتقل، ولما واحده بتقل الثانيه بتزيد، وهكذا الاشارتين مش زي بعض. تمام. بعد كده عندي الهرمونز والريسبتورز، انا عندي الهرمونز والريسبتورز الكيمستري بتاع الهرمونز، انا مهم عشان تعرف عندي الاكشن بتاع الهرمون بيشتغل ازاي تعرف الكيمستري بتاعته، دي حته بايو كيمستري كده مش هشرحها لكم قوي، بس مهم تعرفها علشان خاطر تفهم الفسيولوجي بتاع الهرمون ازاي بيشتغل وبيدخل جوه الخليه ازاي وبيعمل الاكشن بتاعه ازاي. انا عندي فيه ثلاث انواع من الهرمون، حلو، من الكيمستري بتاعه. يعني اول حاجه عندي بروتين وبولي بيبتايد، ودي عشان للتسهيله احنا بنقول بروتين وبولي بيبتايد، الهرمونز بتاعتها بتبتدي بحرف البي اللي هم الايه، البارا ثايرويد هرمون، البيتيوداري، البانكرياتيك هرمونز، ومعاهم الكاتيكولامينز، يعني احنا بنسميها 3 بي اللي هم البنكرياس، البنكرياس، البارا ثايرويد، البيتيوتري، ومعاهم الكاتيكولامينز، دول البروتينز والاي والبولي بيبتايد. طب حاجه ليكوا كده، ايه الفرق بين البروتين والبولي بيبتايد؟ لو اقل من 50 امينو اسيد دي بنسميها الايه؟ الاماين. طب لو اكتر من 50 وفولدد تبقى بروتين، مش فولدد ستريت كده دي بنسميها الايه؟ البيبتايد. يبقى انا عندي اول حاجه اللي احنا بنقول عليهم اللي هي البروتينز والبولي بيبتايد، تاني حاجه الاستيرويد اللي هم الاستيرويد اللي هم فيها الاستيرويد رينج اللي تتصنع من الكوليسترول اللي هم ايه؟ اللي احنا بنقول عليهم استيرويد سوبرا رينال كورتكس هرمون والسكس هرمونز، تمام، اللي هم السكس هرمونز اللي هم الاستروجين والتستستيرون والبروجستيرون، تمام، واللي هم السوبرا رينال كورتيكال هرمونز، خلي بالك عشان في سوبرا رينال كورتيكال وفي سوبرا رينال ميدالري، الادرينال كورتكس زي ما هقول لكم قدام متقسمه اتنين، كورتكس وميدالا. كورتكس اللي احنا بيطلع ثلاث حاجات اللي هي مينرالو كورتيكويدز والجلوكو كورتيكويدز والايه والسكس هرمونز. الميدالا اللي هي بتطلع الكاتيكولامينز اللي هي نوعها اللي هو بروتينز وايه وبولي بيبتايد. والاستيرويد هرمون اللي احنا قلنا عليها اللي هي فيها الكوليسترول رينج دي اللي هي ايه السكس هرمون والسوبرا رينال كورتيكال هرمونز. التيروزين انا عندي التيروزين دي اللي هي ايه فيها اللي هي التيروزين امينو اسيد زي الايه زي الثيرويد هرمون، تمام. انا عايزك تعرف حاجه ان الثلاث انواع الكيمستري احنا اتكلمنا عليهم دول اللي هم بروتين وبولي بيبتايد والستيرويد والايه والتيروزين ديريفاتيفز، دول تقسيمه اهي قدامك انا بقولها لك،
تعرف ان البروتين والبوليبيبتايد تمام، دول لما بييجوا يروحوا للخلية يشتغلوا الريسبتورز بتاعهم بيكون فين؟ الريسبتور بتاعهم ما يكون موجود على السيل ميمبرين تمام. طيب الاستيرويد، الاستيرويد دي كوليسترول، والكوليسترول ده بيكون ايه؟ ده حاجة هيبقى عليها كده من الليبد، يعني إذا الحاجة بتعدي في الليبد، الليبد الجزء الليبد بتاع السيل ميمبرين وتدخل جوه الخلية، فإذا الريسبتورز بتاعتها بيكون جوه الخلية، جزء منها بيكون موجود في الـ في الـ في السيتوبلازم، وجزء بيكون موجود فين؟ بيكون موجود في النيوكليوس. والثيرويد، الثيرويد بيكون موجود فين؟ اللي احنا بنعلم التيروزين، التيروزين ده بيكون موجود، التيروزين بيبقى حاجتين، بيكون عندي اللي هو التيروزين امينو اسيد، بيكون عندي اللي هو الثيرويد، وبيكون عندي الايه الكاتيكولامينز. حلو. اتكلمنا من شوية على السلايد اللي فاتت على الـ types of hormones، قلنا ان في هرمونز عندي بروتينز وامينو اسيدز، وفي ستيرويدز، وفي اللي احنا بنسميهم derivative من التيروزين. البروتينز والبيبتايد، البروتينز والبيبتايدز دولت ايه؟ دول بروتينات. البروتينات ديت ايه؟ دي ووتر انسوليبل. يعني ايه؟ يعني دي ووتر اللي احنا بنسميها ووتر سوليبل، ليبيد انسوليبل. يعني ايه؟ يعني هي مش هتقدر تعدي من الليبيد، يعني هي هيدروفيليك لايبوفوبيك، فهي مش قادره تعدي من الليبيد. واحنا عارفين السيل ميمبرين اكتره ايه؟ فوسفوليبيد وكوليسترول وكده، اذن الريسبتورز بتاعها هيكون موجود على السيل ميمبرين. دول امثلتهم ايه؟ احنا قلنا كل حاجه بحرف البي. تاني حاجه اللي هي احنا قلنا الاستيرويدز، الاستيرويدز دي كوليسترول، دي كوليسترول هي يعني ليبيد، يعني هتعدي من خلال السيل ميمبرين، السيل ميمبرين هتدخلني جوه الريسبتورز بتاعها، يا اما هيكون موجود في السيتوبلازم او موجود في النيوكليوس. تالت حاجه اللي هم التيروزين ديريفاتيفز، التيروزين ديريفاتيفز عندي حاجتين، كاتيكولامينز، وعندي اللي هي ايه اللي هم الادرينالين والنور ادرينالين والثيرويد. انا عندي دي فيها بتنقسم شقين، الثيرويد دوت ده اللي احنا بنسميه ايه؟ ده بيحب الليبيدز فبيعدي من خلال السيل ميمبرين، والكاتيكولامينز بتنضم لمجموعة البروتين والبيبتايد ان هم الريسبتورز بتوعهم موجود على السيل ميمبرين تمام. اول حاجه بيتكلم عليها اللي هي الامين هرمونز، اللي هي الهرمونز اللي بتيجي منين؟ من التيروزين، من امينو اسيدز، من التيروزين اللي هم ادرينالين والنور ادرينالين تمام، واللي هم الثيرويد هرمونز. فاحنا قلنا الادرينالين والنور ادرينالين دول بيتضموا لمجموعه البروتينز والبيبتايدز اللي هم الووتر سوليبل، ووتر سوليبل يعني ليبيد انسوليبل، مش هتعرف تعدي السيل ميمبرين. اما الثايرويد، الثايرويد لا، ده ووتر انسوليبل وليبيد سوليبل. طب اما هو ووتر انسوليبل طب هيمشي ازاي؟ ما دام هو بيحب الليبيد فبيتشال على بلازما بروتينز، لازم بلازما بروتينز تشيله وتوصله لحد السيل ميمبرين، فالسيل ميمبرين تلاقيه هيعرف يعدي، هيتزحلق كده. ليه؟ لان هو ليبيد والسيل ميمبرين ليبيد، ويدخل جوه، يدخل لحد الايه؟ الريسبتور بتاعه. والريسبتور بتاع الثيرويد ده موجود فين؟ في النيوكليوس. الكلام في السلايد ده بيقول ان البروتينز والبيبتايد دي، احنا قلنا بروتينز وبيبتايد دي بروتينات بتكون ووتر سوليبل وليبيد انسوليبل، فبالتالي الريسبتور بتكون موجوده على السيل ميمبرين، واكتر الهرمونز بتكون بنفس الطريقه، اللي هم الانسولين اللي هم اللي بيطلع من البنكرياس، الباراثيرويد، واللي هم الحاجات اللي هي بتاعت البيتيوتري اللي هو الجروس هرمون، على الجروس هرمون وباقي الهرمونز اللي بتطلع من الايه؟ من البيتيوتري جلاند. الثيرويد هرمونز دي احنا قلنا اللي هي ثالث نوع، اللي هي ايه؟ كلها حاجات بحرف الاس، اللي هي السكس هرمونز، واللي هي السوبرارينال ادرينال كورتكس. الحاجات دي كلها بتتكون من ايه؟ من الاستيرويدز، اللي هي فيها ايه؟ فيها كوليسترول رينج، كوليسترول رينج طبعا دي اللي هي ايه؟ بتبقى ليبيد سوليبل. ابقى عارفه من اسمها كده ان هي بتعدي السيل ميمبرين، وان الريسبتورز بتاعها موجود انترا سيلولر.
في السلايد دي هو بيتكلم عن السلايد دي اللي جاي اللي هي تصنيع الـ الكوليسترول بيدخل ازاي في تكوين الاسترويدز. هي القصه ان هو بيكون الكوليسترول المفروض بيكون استريفايد كوليسترول، فبيدخل بيبقى الفاكيوز فبيتحول لكوليسترول، فبتاخده الميتوكوندريا بتحوله لبريجنيلون، فبعد كده بيطلع على الاندوبلازميك ريتيكلم يكون دي اوكسي كوليسترول، بعد كده بيرجع تاني للميتوكوندريا فيبقى هيدروكسيليت كوليسترول، ده اللي بيكون اكتيف فور، وهكذا. يعني مش مطلوبين بمعلومات اكتر من كده، بس اهم حاجه تعرفوها ان هي الاستيرويدز الريسبتورز بتاعتها موجوده فين؟ انسايد السيتوبلازم. ودي يا جماعه من حكمه ربنا في ايه؟ ان احنا عندنا هرمونز الاستريس عندنا بتكون ايه؟ هرمونز الاستريس ده بيكون الكورتيزون اللي هو بيطلع من السوبرا رينال كورتكس اللي احنا بنسميها ان الاستيرويد هرمون، ودي احنا عارفين ان هي الريسبتور بتاعتها موجوده انترا سيلولر. وطبعا اللي احنا عارفينه تاني الادرينالين والنور ادرينالين اللي هم اللي بنسميهم الامين جروبس، ده اللي هو كان الريسبتورز بتاعها احنا قلنا زي الايه بروتين البوليبيبتايد هيكون موجود على السيرفس. بالعقل كده مين بيشتغل اسرع؟ لو هرمون هيبقى موجود الريسبتورز بتاعته على على السيل ممبرين من بره، ولا لسه هيدخل ويقعد يدور على الريسبتور بتاعه؟ اكيد اللي هيكون اسرع اللي الريسبتورز بتاعته موجوده على السيل ممبرين. فربنا خلقنا سبحان الله ان لما الجسم بيواجه حاجه صعبه يقوم الادرينالين والنور ادرينالين يطلعوا الاول اللي هم الريسبتورز بتاعتها موجوده فين؟ على السيل ميمبرين، وبعد كده الجسم بيبدا يطلع الكورتيزون اللي هو بيتاخر شويه، او بيطلعه يمكن بيطلعهم كلهم في نفس الوقت بس هو بيتاخر شويه لان لسه الريسبتورز بتاعها موجوده من جوه. فنبقى عارفين ان احنا لو حاجه لايف سيفنج والعيان مثلا عايز حاجه دلوقتي مثلا بنديله ادرينالين، انبول ادرينالين، لو الهارت مثلا انبول ادرينالين. ليه؟ لان هو هيشتغل دلوقتي حالا مش هيتاخر، هو رابيد ان اكشن، انما الكورتيزون بيكون سلو ان اكشن. دي حاجه ليكوا كده تعرفوها. ميجر هرمونز اند سيستم موجود ان عندنا جلانز كتيره جدا في جسمنا، بس سبحان الله في دايما مايسترو بيبقى مسؤول عن عمل الجلانز دي. مش كل جلاند بتشتغل لوحدها، مش كل واحد زي بيقول لك المركب في الاخر ليه سفينه، السفينه في الاخر بيبقى ليها قبطان واحد، فطبيعي ان انا بيبقى عندي في كذا جلاند بس كلهم بيتبعوا لحاجه واحده. مين هو اللي بيبقى مسيطر؟ احنا عندنا البيتيتري دي بنسميها المايسترو بتاعت الجلاندز اللي موجوده في الجسم، بس المسيطر بيكون عندي الهايبوثالاموس. بمعنى ايه؟ ان انا عندي هرمون زي الجروث هرمون، الهايبوس عشان يطلع من الانتيريور بيتيوتري بيطلع له لازم هرمون ستيميليت الريليز بتاعه من البيتيوتري اللي هو جروس هرمون ريليزنج هرمون، تمام؟ ده الهايبوثالاموس لازم بيكون لكل حاجه بيكون مرجع، عشان مش كل جلاند بتشتغل مع نفسها، تمام؟ حاجه زي الثيرويد، الثيرويد اللي موجوده في الانتيريور بيتيوتري لازم بيطلع ايه؟ ثيروتروبين ريليزنج هرمون اللي بيروح للايه؟ للانتيريور بيتيوتري فيطلع عندي التي اس اتش، وهكذا. يبقى انا عندي الانتيريور، احنا الانتيريور بيتيوتري دي احنا قلنا ان هي بتصنع الهرمونات عن طريق ايه؟ ان الاوامر بتجي لها من الهايبوثالاموس. البستيري بيتيوتري انا قلت لكم ايه؟ اللي بتطلع اكسيتوسين واي دي اتش، دي ما بتصنعش، دي بتخزن. ليه؟ لان الحاجات دي بتتصنع في الهايبوثالاموس وتعدلها تروح ايه؟ تتخزن في البستيري بيتيوتري. دي نفس السلايد اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي تقسيمه الهرمونز، بس هو مقسمها احنا قسمناها اتكلمنا عليها ان هي بروتينز وبوليبيبتايدز، دي بتكون ايه؟
بتكون هيدروفيلك وبتكون ايه لايبوفوبيك. احنا قلنا الاستيرويدز بتكون ايه هيدروفوبيك، احنا قلنا التيروزين، احنا قلنا الثيرويد بيكون هيدروفوبيك، والكاتيكولامينز بتكون هيدروفيلك. فهو مقسمها لك عكسها بقى، اعكسها، مين الهيدروفيلك، مين اللايبوفيلك، مين الريسبتورز بتاعته بتبقى موجوده جوه السيتوبلازم، مين اللي موجوده جوه النيوكليوس، مين اللي موجوده على السيل ميمبرين. هو جايبها لك العكس. Activation down or up. طب احنا قلنا دلوقتي ان الهرمونز الحمد لله بتطلع من الحتة الفلانية وبتطلع، في بيبقى ليها قائد وبيبقى في حد بينظم خروجها وطلوعها، فتطلع وتمسك عندي فين في الريسبتور. والله الريسبتور ده نفسه بيبقى ليه دور في تنظيم استجابة الجسم او العضو دوت للهرمون اللي انا عايزاه. بمعنى ايه؟ لو انا مثلا بيطلع عندي الهرمونز، عندي مثلا ورم في الغدة النخامية، فالهرمونز بيطلع كتير، وانا الاورجان مش عايز غير مثلا ايه قد كذا من الهرمون بس، فتلاقيه عمل ايه؟ يقلل عدد الريسبتورز اللي موجودة على السطح بتاعه، يا اما ديكريز الريسبتورز او بيعمل لها ان اكتيفيشن او بيعمل لها سيكويستريشن، يدخلها لجوه ويعمل لها ديستراكشن. تمام. طب لو العكس، لو انا عندي نقص في الهرمون ده في الجسم، فتلاقي الجسم بيتنشأ على اي حبة هرمون معديين في الدم، فيبدأ ايه يبرز نفسه. عارف انت يا عيني اللي قاعد مثلا عطشان، فتلاقي قاعد يا عيني على اللي رايح واللي جاي مستني يتنشأ، يلم من كل حتة حتة مية، نقطة مية. دي نفس الكلام بالظبط، تلاقيه ايه اللي بيبقى الهرمونز عنده قليل مثلا، شال الغدة، شال مش عارفة ايه، يقوم تلاقيه بيعمل ايه، جسمه بيتنشأ على اي حبة هرمون، فتلاقي الريسبتورز بقى ايه تطلع وتظهر كده، اللي هو في حد معدي في حبة هرمون هنا، تعالى مش تزود العدد، تزود الاكتيفيتي، كل الحاجات دي. انا عندي الاكتيفيشن ده يكون يا اما داون يا اما بيكون اب. لو انا عندي الهرمون افرازه كتير انا مش محتاجة، وانا مش محتاجة فبعمل ايه داون ريجيليشن، لو انا بالعكس محتاجة تلاقيني بعمل اب ريجيليشن. المود اوف اكشن بتاع الهرمونز، احنا نرجع كده نقول الهرمونز بيطلع من المكان الفلاني، وهي اندوكراين جلاند بتمشي في خلال الدم عشان توصل للاورجن، لقت الريسبتور بتاعها. في حاجات هتلاقي الريسبتور موجود على السيتوبلازم، وفي حاجات هتلاقي الريسبتور بتاعها موجود على ايه، موجود على السيل ميمبرين، وفي حاجه موجود في السيتوبلازم ومش موجود في النيوكليوس. احنا قسمناها، قلنا الجينوميك جاي من الجينات، الجينات بتبقى موجوده فين؟ جوه الخليه، فبنسميها جينوميك. ده اللي بيعدي الهرمون اللي بيعدي السيل ميمبرين اللي احنا بين قوسين كده، اللي هم الايه اللايبوفيليك. والحاجات اللي هي نون جينوميك، نون جينوميك اللي هي جينوميك يعني حاجات جينز موجوده جوه الخليه، نون جينوميك يعني انا مش بدخل جوه الخليه، حاجات موجوده على السيل ميمبرين اللي احنا قلنا اللي هم بيبقوا ايه لايبوفوبيك، اللي هم الهيدروفيليك، اللي هم ايه اللي احنا قلناهم البروتينز والبيبتايدز، وبعمل كاتيكولامينز. طب الحاجات مين التانيين اللي كانوا جينوميك، اللي هم الحاجات اللي بتحب الليبيد، اللي هم بيعدوا، اللي هم مين اللي فيهم ستيرويدز، زي ايه؟ زي السوبرارينال كورتيكال جلاند، السوبر كورتيكال جلاند سيكريشنز يعني، وعندي اللي هم السكس هرمونز، ومعاهم مين؟ ومعاهم التيروزين. فاحنا بنقسمها جينوميك ونون جينوميك او بوث اوف ذيم. السلايد دي هيبقى شرحها طويل شويه عشان عايزه الم لكم كذا سلايد موجودين تحت، بحيث ما ايه ما تضطروش ان انتوا تقروهم كلهم. صلوا على النبي. انا عندي دلوقتي احنا قلنا يا اما الهرمونز بتدخل جوه الخليه او بتبقى بره. اللي بتدخل جوه الخليه دي بيبقى امرها سهل، عن طريق ايه؟ ان هي يا اما تدخل تلاقي الريسبتورز بتاعتها موجوده في السيتوبلازم، او هتبقى موجوده في النيوكليوس. هل لا تدخل تبقى موجوده في السيتوبلازم، دي هتعمل ايه؟ اي هرمون بيتحد مع الريسبتور بتاعه، بدايه القصيده هي الطلقه اللي بتطلع عليها هرمون ريسبتور كومبلكس. تمام. الهرمون ريسبتور كومبلكس ده من هنا بقى بتبدا الكاسكيد بتاعه الاكتيفيشن، بيعمل ايه؟ بيروح يمسك في سبيسيفيك سيكونس في الدي ان ايه. تمام. فيعمل له ايه؟ يعمل ترانسكريبشن، يبعت بقى ماسنجر ار ان ايه اللي يروح الريبوزومز عشان يترجم، يترجم للايه البروتين اللي انا عايزاه، اللي هو هيبقى عندي الايه البروتين الهرمون اللي انا عايزاه، او على طول ان هو موجود في النيوكليوس زي الثيرويد كده. برضو الثيرويد هرمون هيعدي السيل ميمبرين لانه لايبوفيليك، وهيعدي السيتوبلازم لان الريسبتور بتاعه مش موجود في السيتوبلازم، وهيدخل النيوكليوس جوه يمسك في ريسبتور، يعمل هرمون ريسبتور كومبلكس.
هيحصل برضو ترانسكريبشن، فبعد كده هيعمل عندي يعمل ماسنجر ار ان اي، يعمل عندي بروتينز، البروتينز دي بتعمل الاكتيفيتيز بتاعتها. فانا عندي لو هو جينوميك، جينوميك هيدخل جوه الخليه، هيدخل هيمسك في الريسبتور، يبقى هرمون ريسبتور كومبلكس هيمسك في سبيسيفيك سيكونس موجود في الدي ان اي، يحصل ترانسكريبشن ماسنجر ار ان اي يروح للترانسفير ار ان اي، رايبوسومز يصنع بروتينز وهكذا. القصه دي سهله تمام. القصه الثانيه بقى اللي هي لو نون جينوميك، يعني الريسبتورز بتاعه موجوده على السيتوبلازم. تخيل كده بالظبط انت رايح مكان وفي جدار واقف مش هيعديك، انت ما ينفعش تعدي، داخل مثلا جيش حربيه ولا داخل اكاديميه الشرطه مثلا، وانت مش عسكري ولا ضابط ولا خلاص انت ما ينفعش تعدي، انت قاعد. طب انت عايز تعدي، عايز بس اي اكسس ليك جوه تمام، فتعمل ايه؟ لان انت عايز مثلا تقدم ورق ولا عايز تعمل حاجه، فالسور واقف حائل بينك وبين الايه الاكشن، فهتعمل ايه؟ هتروح الهرمون هيجي هيمسك في الريسبتور اللي هو موجود بره. قدامه حل من اتنين، اول حل يا اما في حاجه اسمها جي بروتين. الجي بروتين ده ماسك ايه؟ تخيل الريسبتور الهرمون جه من بره، هو ماسك في الريسبتور، والريسبتور من جوه ماسك فيه حاجه اسمها جي بروتين. جي بروتين ده سموه كده ليه؟ عشان هو ماسك فيه الجوانين. الجي بروتين ده بيتكون من الفا وبيتا وجاما سب يونتس، الثلاثه سب يونتس دول اول ما الهرمون والريسبتورز يعملوا هرمون ريسبتور كومبلكس بيحصل اكتيفيشن للجي بروتين ده، فالالفا سب يونت بتطلع تمام وتعمل ايه؟ الالفا سب يونت بتطلع وبيطلع معاها طاقه جي تي بي وحاجات كده، فبيطلع عندي ده بنسميه اللي هو السكندري ماسنجر، اللي موجود السكند ماسنجر اللي انا عايزاه ايه؟ بشتغل من خلاله علشان اعمل الهرمون اللي انا عايزه او اعمل الافكت اللي انا عايزه. او في والله طريقه تانية، ان في حاجه بتبقى لازقه في اللي هو اسمه انزيم لينكد هرمون، ده الريسبتور بيبقى ماسك فيه من جوه انزيم، ده على طول اول ما الهرمون بيجي يمسك في الريسبتور على طول الانزيم ده بيبقى اكتيفيتد وايه؟ وبيبدا على طول يشتغل. تمام. طب السكندري ماسنجر ده اللي هيدخل جوه وينفذ لي الايه اللي انا عايزاه، ده لقوا فيه ان هو اربع حاجات، سايكليك اي ام بي، والانيسيتول ترايفوسفيت، والداي اسايل جليسرول، والكالسيوم كالميديولين، والسايكليك جي ام بي. انا مش عايزه منك ديتيلز كتير، كفايه ان انت تعرفهم وتعرف ان اهم واحد فيهم هو السايكليك اي ام بي، ده يعتبر السكندري ماسنجر تمام. يبقى انا تعرف لي كده ان جينوميك ونون جينوميك. جينوميك ده اللي بيبقى امره سهل، اللي بيدخل جوه الخليه، الريسبتور بتاعه موجود في السيتوبلازم او في النيوكليس. طب النون جينوميك ده اللي موجود على الستيل ميمبرين، في حائل بينه وبين ان هو يدخل الخليه، هيعمل ايه؟ هيضطر يبعت رسول. سكند ماسنجر ده يعني هيبعت رسول هيدخل جوه، الرسول ده يا اما هيكون جي بروتين اللي هو الالفا والبيتا، اللي هو الجي بروتين ده اللي هو الفا وبيتا وجاما، الالفا هتطلع الفا سب يونت ومش عارفه ايه، ده اللي هيبقى ايه؟ ده اللي هيبقى سكندري ماسنجر. او ان يبقى انزيم لينكد مع الريسبتور، اللي هو الهرمون هيمسك في الريسبتور يعمله كومبلكس، هيحصل اكتيفيشن للانزيم اللي لازق في الريسبتور من جوه تمام. ده برضو هيعمل عندي ايه؟ ده هيعتبر السكند الماسنجر اللي هو الرسول اللي بيتحرك بقى، اللي هو ايه يعني زيها بالظبط زي إيه؟ اكاديميه الشرطه، انت واقف على الباب من بره، فيجي عسكري ياخد منك الورق ويدخلها جوه المكتب، ده في فلان الفلاني عايز يدخل، ندخل ورقه ولا نسيبه؟ ده الرسول اللي بيبقى جوه الخليه ماشي، ده المقصود بالسكندري ماسنجر. regulation of hormone secretion. يمكن الحكاية اللي هو الفويس ريكوردينج دوت في البيت بصراحة هو مش أحسن حاجة، طبعا لما بيبقى التعامل لايف بتبقى الأفكار مرتبة أكتر، مسلسلة أكتر، والواحد بيعرف يمانج القصة كلها على بعض، إنما هنا الواحد بيبقى أقدم سلايد أخر سلايد، إنما القصة هنا طبعا إحنا يعني بنحاول نلمها على قد ما نقدر، بس طبعا أنا كنت أتمنى إن إحنا نبقى كلنا واقفين مع بعض وقدام بعض فيس تو فيس، بتبقى بصراحة أحسن بكتير جدا.
يبقى احنا اتكلمنا عن الهرمونز، احنا ما اتكلمناش دلوقتي لحد دلوقتي عن هرمون بعينه، ما طلعناش ان البيتيوتري بتعمل كذا وبتطلع كذا ودي مسؤوله عن كذا، احنا بنتكلم ان جنرال عن قصه حياه الهرمونز، يعني اندوكراين بصفه عامه في جلاينز كتير جدا وفي هرمونز بتطلع كتير جدا، بنتكلم عن المبدا ايه؟ هي بتطلع ازاي الكيمستري بتاعتها ازاي؟ في حاجات بتكون بتحب الليبيد وحاجات بتحب الوتر، الحاجات اللي بتحب الوتر بتكون الريسبتور بتاعها من بره فلازم توصل للرساله اللي جوه عن طريق سكندري ماسنجر، انما التاني اللي بيدخل جوه بيدخل على طول النيوكليس يعمل ترانسكريبشن وماسنجر ار ان ايه والحاجات دي كلها. الهرمونز بتطلع نتيجه بتطلع بصفه طبعا ثابته وبتبقى بيحصل فيها تغيرات نتيجه يا اما انترنال انفايرمنت اتغيرت يا اما اكسترنال انفايرمنت اتغيرت فبتضطر ان هي تطلع. بيبقى في حاجه اسمها فيدباك ميكانيزم، فيدباك ميكانيزم يا اما نيجاتيف يا اما بوزيتيف، علشان نأثر على نفسنا معظم الفيدباكس اللي عندنا بتكون نيجاتيف 90 او 95% منها، ما دام احنا قلنا ان في حاجتين مختلفتين، حاجه بتقل او حاجه بتزيد، حاجه بتزيد حاجه بتقل، انما ما دام الاثنين مع بعض يا بوزيتيف يا نيجاتيف تبقى بنسميها بوزيتيف فيدباك. تمام. ريجوليشن اوف هرمون سيكريشن بيتكلم ايه؟ بيقول لك ايه دوره حياه الهرمون عامله ازاي؟ ان هو بتيجي ستيمولس للغده الفلانيه طلعي الهرمون، تقوم الغده الفلانيه مطلعه الهرمون، يروح يمسك في الريسبتور بتاعه، بيطلع الاول ويتخزن وبعد كده يبدا يطلع يروح يمسك في الريسبتور بتاعه فيبدا ايه؟ يحصل له ترانسكريبشن والحكايه القصه ديت او يتعمل له سكندري ماسنجر ويطلع عندي الهرمون اللي بيأثر يعمل عندي ريسبونس، عمل الريسبونس الحمد لله اللي هو عايزه يبدأ يحصل له ديجراديشن، ما هو مش هيفضل عايش طول عمره يلف كده سارح في الدم. تمام. فدي هي الريجوليشن اوف هرمون سيكريشن. وطبعا احنا قلنا اهم حاجه بتعمل كنترول معظم كلامنا دلوقتي على البيتيوتري هو او 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 اي جلاند هو الهايبوثالاموس، دي هي القبطان بتاع المركب، هي دي اللي ماسكه زمام الامور. الهايبوثالاموس انت اعملي انت طلعي انت مش عارفه كذا، هي اللي بتعمل كنترول من فوق ان ايه سواء ان يحصل سينسز او سكريشن او ريليز، هي اللي بتنظم العمليه زي قائد السفينه بالظبط. احنا هنطلع لا ارسى في الحته دي، بطئ سرعتك هنا، علي سرعتك هنا، انا شايف الموج هنا عالي نبدا نقلل، هنا الحته دي ضحله شويه نبدا كذا وهكذا. ده نيورونال كنترول. السلايد اللي بعدها وده ذا موست كومن، ده اللي هو زي ما احنا قلنا بالظبط يا اما بيكون نيجاتيف فيدباك يا بوزيتيف فيدباك. ده النيجاتيف فيدباك بيكون مور كومن، والنيجاتيف فيدباك بيكون مور كومن طبعا، والبوزيتيف فيدباك بيبقى في حالات معينه ده احنا قلنا. دي بالظبط نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، ان الهرمون ريسبتور انتر اكشن اللي هو الكومبلكس دوت، الهرمون اللي هو فكرته نفس فكره اللي احنا قلناها قبل كده، الهرمون ده لايبوفيليك ولا هيدروفيليك وبيدخل بره ولا جوه، طب لما بيدخل جوه بيعمل ايه، جينوميك ولا نون جينوميك، نفس الفكره القديمه بالظبط. نيجي بقى لبدايه القصه، احنا اتكلمنا ان بريف كده اندوكراينال جلاند يعني خليه بتطلع الهرمون بتاعها عن طريق الدم، تروح للافكتور اورجن تشتغل عليه تلاقي الريسبتور بتاعه يا اما موجود يا اما على السيل ميمبرين من بره، يا اما موجود في السيتوبلازم يا اما موجود في النيوكليوس، كل هرمون بقى بيشتغل بطريقته سواء هو لايبوفيليك او هيدروفيليك، يبدا ان هو يمسك في الريسبتور يعمله انتر اكشن كومبلكس وكل واحد يشتغل بطريقته. تمام. عرفنا ان في حاجات بتتحكم في الهرمون دوت سواء كانت نيورال اللي سواء الهايبوثالاماس هي اللي بتكنترول، او بالفيدباك ان بقى مثلا ايه الغده دي افرازها قل فتقوم بعت للهاير سنترز يا جماعه الحقوني افرازي قل فتقوم بعت لها ستيميليشنز يلا 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 فايه هكذا، دي احنا قلنا عليها ودي من الحاجات المهمة. نبدأ بقى في الكلام بالتفصيل عن موضوعنا، هنتكلم عن الهايبوثالاموس اند بيتيوتري جلاند. الهايبوثالاموس دي اللي احنا بنقول عليها دي القائد بتاع السفينة، والبيتيوتري دي اللي بنسميها الماستر بتاعت كل الاندوكراينال جلاند. تمام. هما الدوميننت بورشن على كل الاندوك
الاندوكراينال سيستم، تمام؟ هما الاتنين بيعملوا كده رابط، عارف انت لما اتنين صحاب قوي يقعدوا يتكلموا ويردوا على بعض كده، هما اللي بيرجليت كل الفانكشنز بتاعت معظم الجلاند، ثايرويد، ادرينال، اللي هي السكس هرمونز اللي هي الجوناتس، في اللاكتيشن، سواء ست بترضع او ست رايحه تولد، او الوتر، السلطان دوتر ريتينشن، كل حاجه هي بتكنترول تقريبا كل حاجه، تمام؟ يبقى انا عندي دلوقتي ان في هايبوثالاموس الملك والوزير على طول اللي تحته اللي هو البيتيوتري، تمام؟ طب الهايبوثالاموس بتطلع ايه؟ بتطلع ريليزنج هرمون وانهبيتوري هرمون، ودي حاجه لوجيك يعني، حاجات بتطلع حاجات بتستيميليت وحاجات بتقلل، تمام؟ ايه الحاجات اللي بتستيميليت؟ الاول عشان ابقى عارفه ان انا عندي ايه هي اصلا الهرمونز اللي انا عينيا عايزه اتكلم عليهم وافصصهم. والله انا عندي الانتيريور بيتيوتري بتطلع عندي 5 هرمونز، طبعا يعني ليكوا انتوا كصغيرين اندر جرادويت هي بتطلع 5 بس، اكشولي سبيكينج هي بتطلع اكتر من كده، ماشي؟ والبستيريو بتيتر بتطلع 2 عشان نخلص منهم، اللي هم الاوكسيتوسين اللي احنا بنستخدمه في الولاده، والانتي دايريتك هرمون، انتي يعني ضد، دايريتك اللي هو الدايريسيس اللي هو دخول الحمام اللي هو اليورينيشن هرمون، اللي هو الهرمون ده اللي بيبقى بيفرز اكتر في النوم، اللي بيخلينا ان احنا نستحمل واحنا نايمين وما ندخلش الحمام، الانتي دايريتك هرمون. وزي ما قلنا قبل كده البوستيريور بيتيوتري ديت بتخزن ما بتصنعش، مش زي الانتيريور، يبقى هي بتخزن ما بتصنعش، تمام؟ يعني الهرمونات بتجيلها من الهايبوثالاموس ميت فل كده معموله وبتاع جاهزه على ريليز بس. طب الانتيريور بتطلع ايه؟ الانتيريور بتطلع جروس هرمون ريليزنج هرمون، ده اللي بيستيميليت السكريشن اوف جروس هرمون من البيتيوتري جلاند. طيب عندي ايه الخلايا اللي بتشتغل اللي هي الجروس هرمون من البيتيوتري؟ بتطلع من حاجه اسمها سوماتوتروبس سيل. يبقى انا يعني يا ريت كان معايا سبوره اعملها لكم، نقسمها ثلاثه كولمز كده، واحد هايبوثالاموس بيتيوتري والخلايا اللي بيشتغل عليها. الهايبوثالاموس بتطلع جروس هرمون ريليزنج هرمون، تروح على السوماتوتروبس سيل اللي موجوده في البيتيوتري تطلع جروس هرمون. عندي الجونادوتروب اللي هي السيروتروبين ريليزنج هرمون اللي هو التي ار اتش، تمام؟ دي بتشتغل على ايه؟ على السيروتروبس سيل اللي موجوده في الثايرويد، فتطلع عندي اللي هو الايه؟ التي اس اتش اللي هو ثايرويد ستيميليتنج هرمون. عندي اللي هو البرولاكتين بيطلع برضو من الانتيريور بيتيوتري، تمام؟ الخلايا بيشتغل عليها الماموتروبس بيطلع عندي البرولاكتين اللي بيطلع من البرولاكتين ريليزنج هرمون. عندي الاف اس اتش اللي هي والال اتش اللي هي الجونادوتروب ريليزنج هرمون، دي بتشتغل على الجونادوتروبس سيلز، الجونادوتروبس سيلز دي بتطلع عندي الاف اس اتش والال اتش، تمام؟ واخر حاجه عندي الكورتيكوتروبين ريليزنج هرمون، ده بيشتغل على الكورتيكوتروبس سيل وبيطلع عندي الاي سي تي اتش اللي هو ادرينوكورتيكوتروبيك هرمونز، تمام؟ يبقى انا عندي هم 5 بنقولهم كده، جروس هرمون والجروس هرمون والتي اس اتش الجي اتش والتي اس اتش والجونادوتروب اللي هي اللي احنا بنسميها الجونادوتروب اللي هي الاستيميليتنج هرمونز اللي هي اس اتش والال اتش والاي سي تي اتش والبرولاكت، خلاص؟ يعني طبعا انا عارفه ان الاوديو مش احسن حاجه ان انا اشرح لكم بيها او ان انا ابين لكم بيها، لكن يعني معلش يعني ممكن نسمعها مره واثنين وثلاثه. يبقى انا عندي البوستيريور هي خلصانه، هي 2، الانتيريور بتطلع عندي 5 هرمونات، الجروس هرمون والتي اس اتش بتاع الثيرويد والكورتيكوتروبين اللي هو الاي سي تي اتش والبرولاكتين والجونادوتروبين ريليز الاستيميليتنج هرمون، تمام؟ الهايبوثالاموس بتبعت اللي احنا بنسميه ريليزنج هرمون، والبيتيوتري بتصنع اللي هي الاستيميليتنج هرمون على طول. يعني عشان تحفظوها ازاي؟ انا عندي جروس هرمون بيبدا من فوق خالص، الجروس هرمون ريليزنج هرمون يروح للبيتيوتري يعمل لها ستيميليشن، يبقى جروس هرمون ستيميليتنج هرمون، تمام؟ بيطلع عندي اللي هو الجروس هرمون. طيب بعد كده عندي ايه؟ اللي هي الجوناتوتروبين ريليزنج هرمون، تروح عندي اللي هي الايه؟ تروح عندي للجونادوتروبس اللي هي ايه؟ جونادوتروبيك هرمونز الاف اس اتش اللي هو فوليكولر ستيميليتنج هرمون واليوتيلايزنج هرمون، وهكذا. يبقى الهايبوثالاموس هي الماستر، بتبعت ريليزنج هرمونز او انهبيتوري هرمونز
للبيتيوتري، فالبيتيوتري تبدأ تطلع الهرمونز للتارجت اورجانز اللي انا عايزاها. طيب دي بيحكي لك بيقول لك ليه الهايبوثالاموس والبيتيوتري مرتبطين كده ببعض. هو فسرها ان مينلي علشان الاناتوميكال لوكيشن بتاعهم هما الاثنين، الاناتوميكال بوزيشن بتاعهم هما الاثنين، البوزيشن بتاعهم هما الاثنين قريبين جدا من بعض تقريبا تحت بعض. البيتيوتري ديت بنسميها هايبوفيسز سيريبروي، يعني هايبو يعني تحت، سيريبروي يعني مخ، فيسز يعني تكون، تكون تحت المخ. تمام، هي متصلة بالهايبوثالاموس عن طريق ستوك كده، بيبقى فيه بلاد فيسلز ونيرف فايبرز بتربطهم الاثنين مع بعض. والانتيريور بيتيوتري والبوستيريور دي اللي بتنقسم ليها البيتيوتري، بتنقسم من لتو لوبس، انتيريور اند بوستيريور. بيكلمك على اول جزء الانتيريور بيتيوتري، ده اللي بنسميه الادينو هايبوفيسس، وقلت لكم في اول السلايدز ادينو يعني جلاند، لان التانية اسمها نيورو هايبوفيسس، انما دي ادينو ان هي بتفرز فعليا، التانية نيورو هايبوفيسس. ليه؟ لان الهرمونات بتجيلها متصنعه عن طريق النيرفات اللي بتربط الهايبوثالاموس بالبيتيوتري. الانتيريور بيتيوتري بتكون كونكتد للهايبوثالاموس عن طريق السوبيريور هايبوفيزيال ارتري. الانتيريور بيتيوتري بتصنع عندي قلنا خمس هرمونز بالنسبه لك انت اللي تعرفهم، اللي هو الجروس هرمون والتي اس اتش والاي سي تي اتش والاف اس اتش والال اتش والبرولاكتين. الانتيريور بيتيوتري بتطلع الهرمونز دي من خلال ايه؟ من هايبوثالاميك ريليزنج فاكتورز. تمام، يبقى هي بتطلعها من خلال الهايبوثالاميك ريليزنج هرمونز اللي احنا اتكلمنا عليهم، بيعدوا من الهايبوثالاموس للبيتيوتري من خلال ايه؟ من خلال الهايبوفيزيال بورتال سيركيوليشن. وليه بنسميها بورتال سيركيوليشن؟ ليه؟ لان انا عندي بورتال دي يعني بابي، يعني الارتري او البلاد فيسل ليه باب ناحيه الهايبوثالاموس وباب ناحيه البيتيوتري، فعشان كده احنا بنسميها بابي. الموضوع ليه باب بتعدي من خلاله، يمكن هنقولها تاني ان شاء الله لما تيجي تاخده في الليفر او تروبيكال قدام البورتال سيركيوليشن والبورتال هايبرتنشن، والقصه دي هتسمعوا برضو فيها تاني قصه البورتال سيركيوليشن. تمام، بترافل من خلال الهايبوفيزيال بورتال سيركيوليشن اللي هي ريليزنج هرمونز دي، تنزل للبيتيوتري عشان تستيميوليت التارجت سيلز اللي موجوده. انا مثلا عايزه استيميوليت الثايرويد، اطلع ثايرويد هرمون ريليزنج هرمون يعدي للبيتيوتري عشان يشتغل على ايه؟ على اللي هي الثايروتروبس سيل، فتطلع الثايروتروبس سيل دي ايه؟ بتطلع عندي التي اس اتش، كذلك اطلع الجروس هرمون ريليزنج هرمون هيعدي من الهايبوثالاموس من خلال البورتال سيركيوليشن، هيروح للسوماتوتروبس سيلز اللي موجوده في البيتيوتري عشان تطلع عندي الجروس هرمون. تمام، هي دي الفكره بالظبط بتاعتها. اكتر خلايا واخده حجم في الانتيريور بيتيوتري هي السوماتوتروبس سيل اللي هي الجروس هرمون. تمام، يعني لما يجي مثلا حد يقول ده عنده يعني ورم في اللوب الامامي بتاع الغده النخاميه، ببقى دماغي رايحه كده ان 70 80% في حته الجروس هرمون، لان هي اوريدي واخده نص تقريبا الانتيريور بيتيوتري، فدي بتمثل اكبر عدد خلايا. ودي ممكن يبقى سؤال ام سي كيو طبعا ايام زمان، يعني كان ده بيبقى موقع سؤال، ده بيقول لك نفس الكلام، بيقول عليها نيورو هايبوفيز، نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، ان النيورونز بتبقى بتحصل لها باز من خلال نيورال ستوك لحد البستيريو بيتيوتري، وهي ما بتصنعش الهرمونز البستيريو بيتيوتري، بتجي لها الهرمونز متصنعه من الهايبوثالاموس. ده اللي عايزاك تعرفه، بتطلع تو هرمونز الاوكسيتوسين والانتي دايوريتيك هرمونز. كلمتكم في الاول قلتكم ان الهايبوثالاموس بتطلع ستيميليتنج هرمون وانهبيتوري هرمون، صح؟ اتكلمتوا خدتنا الحماسه ان ستيميليتنج هرمون الجروس هرمون والثايرويد اللي هي الجروس هرمون ريليزنج هرمون والثايروتروف ريليزنج هرمون والبرولاكتين ريليزنج هرمون، بس في اتنين انهبيتوري انا ما اتكلمتش عليهم. اول واحد اللي هو السوماتوستاتين،
تاني واحد البرولاكتين انهيبيتنج هرمون اللي هو الدوبامين، تمام؟ واحد بينهبت الجروس هرمون، والبرولاكتين ده بينهبت البرولاكتين سيكريشن. كلامنا عليهم مش كتير قوي بس تبقى عارفهم، لان معظم احنا بنتكلم عن الهرمونز التانية ليه؟ لان بيبقى ليها دور في النمو، ليها دور ان انا واحد بيكبر، واحد البول بتاعه عايز يتغير، واحد الست شو عايز يتغير، فكل كلامنا عن الهرمونز اللي بتبني وبتعمل والاكشنز بتاعتها. البرولاكتين انهبيتنج هرمون والسوماتوستاتين طبعا مهمين وكل حاجه، بس احنا بنتكلم عن التانيين لاهميتهم في الفسيولوجي عندنا. تقول بقى ايه ده الهايبوثالاميك ريليزنج هرمونز؟ يعني مننا في بيتنا رايحه، عارف اللي هو نازله تودي ابنها باص المدرسه فلابسه الاسدال، عارف الجو ده؟ لا، مش كده. مش معنى ان هي جنب البيتيوتري فاللي هو الموضوع بينهم اللي هو عادي، يعني بتشتغل اي عادي واي حاجه وفي اي وقت. لا، اي حاجه سبحان الله بتكون اندر كنترول وبتمشي سبحان الله في نظام فعلا بيدل على وحدانيه الخالق. ان لو كانت حتى المساحه قريبه او بتشتغل على نفس مكانها اللي هي مثلا انت يعني جوه الخلايا او حاجه بتشتغل بنظام. فانا عندي ايه مزايا الريليزنج هرمونز؟ اول حاجه ان هي بتطلع في بالسز كده، مش عماله على بطاريه انا فاتحه الباب والهرمونز عماله تطلع، تمام؟ تاني حاجه ان هي تشتغل اكت سبيسيفيك من برين ريسبتورز، يبقى يجي في دماغي على طول ان الهرمونز ديت ايه. انا سامعاكو ان هي بتشتغل ايه، بتكون لايبوفوبيك هيدروفيلك، وده ماشي مع الكلام اللي احنا قلناه ان البروتينز والبيبتايدز اللي هم مثال عليهم البيتيوتري دي من الحاجات اللي الريسبتورز بتاعتها موجوده على السيل ميمبرين. نفس الكلام برضو ان الهايبوثالاميك ريليزنج هرمونز الريسبتورز بتاعتها موجوده على السيل ميمبرين، يبقى على طول اسمع ان في حاجه اسمها سكندري ماسنجر على طول. بلس بقى ان الهايبوثالاميك ريليزنج هرمون دي بتعمل ايه؟ اول حاجه طبعا بتشتغل على الايه، بتمسك في الريسبتورز اللي هي عايز اللي هي التارجت. تاني حاجه بتعمل هايبربليزيا في السيلز اللي هي عامل اللي هي رايحه لها، وبتستيميوليت السنسز وبتستيميوليت الاستورج وبتستيميوليت السكريشن، ان هي ايه تبدا ان هي تطلع الهرمونز دي ما دام هي نيدت بكميات كبيره طبعا. انما زي ما احنا قلنا دايما بيبقى في هرمونز بتطلع في بمقدار عشان دايما يمنتين ان جسمنا بيطلع في حاجات، انما الهايبر والهايبوسيكريشن برضو هي بيبقى يكون اندر كنترول اوف هايبوثالامس. هنا تجميع لطيفه مجمع لك الانتيري بيتيوتري السيلز والهرمونز. الانتيري بيتيوتري السيلز اسمها ايه؟ اسمها مثلا سوماتوتروبس، دي اللي بتطلع عندي الجروس هرمون، ودي بتمثل اكبر مساحه في الانتيري بيتيوتري، بتشتغل على كل حاجه في الجسم، كل حاجه في جسمي عايزه تكبر. في عندي اللاكتوتروف سيلز، دي اللي بيشتغل على البرولاكتين، دي اللي بتشتغل برولاكتين ده اللي هو هرمون اللبن، بيشتغل على البريست والجوناتس، تمام؟ بدليل بيشتغل على الجونادز، الدليل لما واحدة بتكون بترضع ممكن بيبقى عندي ايه ما بتعرفش ان هي تحمل. ليه؟ لانه بيشتغل على الهرمونز اللي هي بتطلع عندي من الاوبرز والحاجات دي، فبتقللها فبتمنع ان مثلا يحصل اوفيوليشن. هنا بيتكلم لك على كل الخلايا وبتطلع ايه وبتشتغل على ايه، برضو ايه تبقى عارفها. احنا كده كده هنتكلم عليهم اصلا بالتفصيل لما نيجي نتكلم على قصة كل هرمون لوحده. Thank you and good luck. طبعا أنا كنت أتمنى أن يكون شرح المحاضرة دي face to face، بس لظروف البلد ربنا يا رب يعديها على خير. يعني يمكن أنا مش راضية الصراحة، يعني يمكن الشرح بيكون لايف بيكون غير وكده، بس احنا بنحاول ان احنا نسهل عليكم الأمور، ويا رب الدنيا تمشي كويسة. وطبعا أي حد يحتاج أي حاجة أنا معاكم في أي حاجة. شكرا وربنا معاكم، كل سنة وانتم طيبين.